المجتمع الدولي واضح أنه يعني يواكب المشروع الإيراني ويتغاضى عن الأعمال الإيرانية، وأحيانا نصل فيه إلى التواطؤ. تعرفون ويعرف الشعب العربي بأنه الغزو الأمريكي للعراق تم بتواطؤ أمريكي إيراني أو تعاون أمريكي إيراني، والأمر نفسه ينطبق على الثورة السورية التي تواطأت فيها الولايات المتحدة وبريطانيا والقوى الغربية على إجهاض هذه الثورة بعدما خلق الإيرانيون والنظام في دمشق مبرر لإجهاض هذه الثورة بإنشاء ميليشيات إرهابية، وهذه طبيعة الأنظمة السلطوية الدكتاتورية التي تواجه شعوبها. فالقوى الغربية واضح أنها يعني لديها الرغبة أو لديها التفكير بأن لا تنال هذه المنطقة حظها من الأمن والاستقرار والتقدم، ويبدو أنه العبث الإيراني في المنطقة لم ينال الاهتمام الكافي من الأسرة الدولية، لا في مجلس الأمن ولا في المفاوضات النووية في فيينا الواقعة الآن، والأمر يبدو لي أنه سيترك للقوى الحية في المنطقة التي تريد أن تؤمن لشعوبها حياة كريمة وتؤمن الأمن والاستقرار، ولا بد من تحقيق ذلك من مواجهة الملشنة والعسكرة التي تنشرها إيران في الدول العربية.